تحيه للوالده ان شاء الله غنجيبوه والله غنجيبوه ان شاء الله. كيما جبناش في هذا الشهر كيما جبناش في الشهر الجاي كيما جبناش غير هذا العام غنجيبوه في العام الجاي. تيجيو تيضربوا فينا المخزن اول حاجه بدا ما عندهمش الحق يجيو يبقاو يضربوا فينا المخازنين وحشوم الماء والاخر ما عاطينوش لينا. صاحبنا خويا ثاني اللي حينا في برشيدس والديه والديه انا كيتسناو مني انا نعاونهم تنايا ونحقق لهم تنايا داك انه خايف نص التمار اللي ضربوا عنا شويه من داكشي اللي ضربوا علينا والدينا حنايا. وتحيه للوالده والدراري ديال سوق الحد وكاع الحراقه كاع الحراقه. تحيه لخويا والد راه ردو مسكين. عاشي اليوم 15 سبتمبر 2024 نهار 15 9 بالنسبه للدراري اللي كاينين في المغرب 15 9 مضيق اخاي صبان يا ولادي الله يجازيكم بالخير الله يرحم لكم الوالدين. راه الكبد ديالي تشوات راني كنتسقل اخوتي الله يرحم لكم الوالدين. كنجي الباب سبته باش نفتش على وليداتي كنسقسي المخازنيه باش يدخلوا يقلبوا لي في الكيران يبقاو يكونوا جابوهم من الغابه خايفه لي يتكرسوا لي على وليداتي. الله يجازيكم بالخير باقي صغارين ولا الزنقه ما كترحمش. قلبت في الغابه ما خليت فين قلبت قلبت في المقبره. انا كنقلب على واحد اخ ديالي تكون عنده شي 17 عام شي يومين دابا هو هنايا جات باب سبته كيجينا الطوموبيل كنقلبوا عليه ما لقيناش لا الدراري كيمشي كدا كيحدا الباب ديال سبته وكاين واحد الدراري شادينهم هنايا. منين جا الاخ ديالك؟ منين جا؟ جاي من كازا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ اش وقع في المغرب ديالنا الحبيب؟ اش وقع اليوم 15 سبتمبر؟ المغرب مقلوب واحد الكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة. خويا هنا حراقة خويا كنا في الفنيضة طلعنا لتطوار ريسكيو ولا حاولنا في بني ملاد معدبين وصافي في هاد البلاد وصافي كاين ما يدار في هاد البلاد. خويا أنا راه كنت خدام راه عندي صناعة ديالي كدا كاين على الاستغلال وصافي فهمت تخدم معايا عباد الله استغلال كدا تبقى خدام معاه بحال خدام معاه بزيرو درهم وصافي ودايره في خبارهم كدا ديما تنقول لهم عياو معايا بساكن كدا ما تشيش وليدي راه تقشر راسك تلح في البحر كدا صافي تيقول لي صافي وليدي كدا دبر راسك دير اللي بالك كدا. فللأسف هاد الشي كيدمي القلوب. معبر سبتة كيشاهد واحد الهجمة خطيرة وكانت متوقعة من المئات ديال المهاجرين اللي توفدوا اليوم إلى المعبر في واحد الحالة ديال الفوضى عارمة. فما هي قصة 15 سبتمبر واللي باقي ما عارف القصة ديال 15 سبتمبر غادي نحكيوها له دابا. والقصة وما فيها هي أن بعض الشباب عملوا واحد الحملة فيسبوكية لقات واحد انتشار واسع في جميع أنحاء المغرب. فالقضية بدأت غير صغيرة ولكنها كبرت بزاف. 15 سبتمبر على الموضوع ديالنا اليوم دونك ما عندي من فرش كل شيء عارف هذا الشيء دونك لكن شي حد خاصو يعرف على هذا الشيء راه ديجا عارفه ما عندك ما تخبي. ومور هذه الموجه ديال العمال السبته اللي ناضت خرجوا بزاف الناس خصوصا بعد داكشي اللي وقع في فنادق دايرين تاريخ 15 سبتمبر. هذا الشيء راه الصحافه كامله دوت عليه نخليكم هنايا تاريخ اللي كل شيء غيطلع فيه للشمال وكل شيء غيدخل فيه للسبته. للذكر انا واحد من اللي بداو هذا الموفمون واللي كيحرضوا على الهجره السريه ديجا شدوه في تطوان دونك حضر راسك ما تحرضش على الهجره راه كيعاقب عليها القانون. فالسؤال هو شنو غيوقع فعلا 15 سبتمبر؟ فبقاو كيخاطبوا بعضياتهم وكيراسلوا بعضياتهم باش ينضموا لهم ويمشيو في 15 سبتمبر يدخلوا سبته وبهالطريقه غادي يقدروا يهجروا واحد الهجره جماعيه. هاد الحمله هذه اللي انتشرت كالنار في الهشيم وكل شيء بارطاجا هاد الحمله الفيسبوكيه وجاو شباب وامهات وقاصرين من جميع انحاء المغرب. خويا البلاد ما عطاتنا بعدا والو نجيوك الصراحه خاصنا خا يعوضوا لينا ولا شي حاجه يديونا نحيدوا من البلاد ولا يحلوا لنا الحدود ولا يحلوا لنا شي حاجه. تحيه كاع الحراقه الحراقه كامله داك خالد من الزوادحه الدراري عصام وكل شبايتهم كاملين يمشيو و الدراري اخويا ما كاين اخو ما دار اخو في البلاد هذه فهمتي ما عطاتنا والو لا اخو ما عطاتنا شي حاجه اقسم بالله والدي يا اخو ما عديش لا اخويا فهمتي عدي امي مسكينه راه مطلق الواليد ما تمشيش عندنا كاع ما تشوفها ميته ولا حيه ولا. من فاس مراكش اكادير وزان بركان ما خلاو حتى مدينه في المغرب الا وجاو منا وتلاقاو جميعا في مدينه الفنيدق باش يهاجروا ولكن الشرطه وصلت لها تنقنقه وحتى هما وجدوا راسهم بالمعقول. ديال سيارة الأمن هادشي راه عيب وعار على هاد الناس
هنايا. حنا انا ولد فنيدة، انا عندي 49 سنة وساكن في هذه المدينة. شي هذه المنطقة اللي واقفين فيها حنا، هذا المكان اللي واقف فيه حنايا دابا، هذه راه كانت سكة الطريق وباقيين عاقلين عليها. تاريخ المدينة كنعرفوها كامل. حنا هذه المدينة هذه عمرنا ما كنا كنوا بأن الشيء هذا غيوقع في هذه المدينة هذه. حنا هذه المدينة كنا عايشين بخير وعلى خير، وهذه المدينة هذه كانت كتستنفع منا نصف المملكة، نصف المغرب كان كياكل من المدينة هذه من الخير. حنا ما نساوش الخير ديال بلادنا، حنا بلادنا عامرة ثروات، عامرة خير. حنا خصنا نشوفوا شكون هذا السيد هذا، هذا السيد هذا الشخص اللي مورا هذه المؤامرة، هذه مؤامرة، هذا السيد هذا خطير. احنا كنطلبوا من الناس المسؤولين تجي تفتح واحد التحقيق في هذا السيد اللي وقع في هذه المدينة. هذا ماشي عادي وماشي غير هادشي وصافي. وحتى في الديار الإسبانية حتى هما كانوا واجدين، كانوا خايفين مرعوبين، ما عرفوش اش كاين، قالوا لربما جايين يحتلوا سبتة المحتلة. فوجدوا الدبابات والسلاح والشرطة، كانوا العدد ديالهم كتار. وهادشي هذا أول مرة كيوقع في المغرب، واحد الشيء اللي هو غريب بزاف وعجيب. ولكن الشرطة كانت بالمرصاد ودارت واحد المجهودات اللي هي جبارة، لكن للأسف رغم المجهودات ديالنا فبقى البحار كيخرج الجثث ديال الناس اللي ماتت في هذه العملية هذه. وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهوداتهم تم إنقاذ بزاف ديال الشباب من الموت المؤكد. فالشباب فقد العقل ديالو كيشير بالحجارة على الشرطة، واللي هي بالدور ديالها كتستعمل القنابل المسيلة للدموع. واحد الحالة اللي هي مأساوية وصعبة بزاف، اضطروا انهم يشدوا الباب ديال الديوانة حتى بالنسبة للناس المقيمين تماك. واحد الهجوم اللي هو كبير وصادم، الشرطة جاهزة لا على المستوى المغربي ولا الإسباني بالآليات والأسلحة، والعدد ديالهم كبير، جاءوا من جميع أنحاء المغرب لأنهم كانوا متوقعين هذا الهجوم، وكذلك كانوا مستعدين للمواجهة. واش انا اخويا اللي جابديني باغي نموت، جابديني من البحر، جابديني من وسط ما بين سبتة، وما قال لي والو وانا ندخل سبته، ما قال لي والو ندخل سبته تجد جبدتني لا مارين. علاش هادشي اخويا؟ علاش صافي اخويا ما درتوش لنا حنا فاش نخدموا فاش نقراو فاش خليونا نسيروا شي بلاد، حنا بنهاجروا البلاد ديالنا باش نسيروا نشوفوا شي حاجه، شي بلاصه اللي فيها الحقوق ديالنا، غنصيبوا شي حاجه موفره لينا. ثم اخويا ما موفرين لينا والو، ما واكلينش لا اخويا النعمه، ما ضايقه يومين هذه بالله. وشحال ضارب 5 كيلومتر على رجليا من سميتو من القصر ديال الملك للفنيضه، والو ما كاينش الخوف اخويا. الكبده حنا قطعناها، الكبده اخويا قطعناها حنا معاهم في المغرب هذا، صافي قطعنا معاه بلورا. يا غنمشيو اخويا ليا، يا غاد نتحروا، ما مقطعينش اخويا الروت، غنخدموا غنخدموا نمشيو حنا اخويا. اما عن الاعداد ديال المهاجرين فهو كثير جدا، كيتقطروا على ابواب المعبر سبتة من جميع انحاء مدن المغرب. شباب اللي فقد الصواب والعقل ديالو ونضوا كيعتادوا على القوة الامنية بالحجارة، واحد العنف اللي هو كبير رغم المجهودات الجبارة ديال الشرطة اللي كتحاول ايقاف هذه المهزلة باي طريقة. تما كان الحراسة مشددة دانا كاين، وكنطلبوكم ان بلا ما تضربوا الناس مساكن، هاد العسكر اللي هنايا ولا القوه المساعده تضربهم بالحجار. فحالكم 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 فحالهم، محشوم عليكم ماشي هادشي هذا. الله يجازيكم بخير، واللي رجعوا عند الامهات ديالكم وانسان راجعوا الحسابات ديالو والله يسهل لكل واحد. تيتكرفصوا الدراري بمعنى الكلمه، وان بلوس ما عندهم لا فاميلا لا والو، اش غيديروا تما؟ ما عندهم ما غيديروا تما. النصيحه اللي كننصحهم بها هي يقعدوا مع والديهم، ياكلوا داك الشيء اللي كتب لهم الله، ويديروا عقلهم ديجا هي الاولى. الدراري نجدز دابا في الطريق، جيت على هذه المشكله هذا، انا ساكنه في الرباط ولكن رانا دابا في المارتين. جيت سمعت هذا الشيء قلت خواتي نمشي نشوف هذا المشكل هذا. الدراري غير صغارين ومعذبين دوله كامله راه حاضياهم دابا بزاف هذا الشيء. قلت اول مره. وكذلك كنشوفوا أسر مغربية خايفة مرعوبة، جاو كيقلبوا على الوليدات ديالهم من جميع أنحاء المغرب. فكنشوفوا أن وليدات صغار وقاصرين حتى هما من ضحايا الحريق،
فكاين منهم اللي باغيين يحرقوا مع الوالدين ديالهم، وكاين منهم اللي خلاو الوالدين نعسين وهربوا من الدار بغاو يحطوهم في الامر الواقع. حشومه والله الا حشومه بالله عيب عارض لم باغين والو. دري صاحبنا كازاوي، دري كازاوي هرسو، دري هرسو مسكين من رجله وشي ميت، شتي شدو تيكفيوك على ركابك برك بحال هكا يا وجدك وبداك في المسمن يبدا يصرفق فيك محشوماش. اخويا كون عطاتنا هاد البلاد شي حاجه راك ما غتصيب هادشي كامل المغرب كامل. الدراري جايين من بلي من الليل سوق السبت سوق الحد، تحياتي كاع الدراري ديال الدرب عندنا، تحيه للوالده ان شاء الله غنجيبوها والله حتى غنجيبوها ان شاء الله. كيما جبناش في هذا الشهر كيما جبناش في الشهر الجاي كيما جبناش حتى هذا العام غنجيبوها في العام الجاي. المهم اخويا ما فاكينش لا ما مشينا لهذيك البلاد اخويا، ديرونا فين نخدموا كاع ما مشيو للعري وسطنا في البحر حنايا، الاف تتموت تدخل البحر تتموت. حشومه والله تحشومه بالله صاحبي. ها هو الدراري تا هو كان يموت في البحر، الدراري كان يموت والله الا كان يموت. شو الشباب شو قداش شو قداش مش حشومه صاحبي، باقيين صغارين دابا هادو مش حشومه يضيعوا حشومه صاحبي الله يحشمك. وللاسف ما دازت غير واحد المده قصيره حتى بقينا كنشوفوا النتائج ديال الافعال ديالهم المتهوره. البحر كيخرج جثث ديال الناس اللي حاولوا الحريق في واحد الظروف اللي هي قاسيه بزاف. فاش طاري الشباب ديالنا كلشي باغي يخوي البلاد ديالو، حتى واحد ما قانع باللي عطاه الله سبحانه وتعالى بحجه البطاله والفقر والتفكك الاسري، باغيين يعيشوا حياة سهلة واحد الحياة وردية بدون عناء أو مجهود. وفي بلادهم ما بغاو يتعلموا لا صنعة، ما بغاو لي يكملوا القراية ديالهم وياخدوا شهادات ودبلومات اللي تحطنوا في مناصب مقبولة. فشحال من واحد كان خدام وسمح في الخدمة ديالو باش يقصد البحر. شباب ضائع بأفكار ضائعة وكيمشي للديار الأوروبية كيزيد يضيع أكثر. حد الدولة واخا تعطيهم الدم ديالك في الأخر كيسميوك حراق، ودير اللي درتي في الاخر كتبقى واحد العربي اللي جاي لبلادو تستفد منهم. فبغيت بزاف ديال الناس يحاولوا يوعيو هاد الشباب ان في البلاد ديالنا كاين الخيرات، غير الانسان كيخصو يتحرك وكيخصو ما امكان يدير اليقين في الله سبحانه وتعالى ويعرف ان الارزاق بيد الله. واحد الرساله الشباب مشيو تقراو الله يرد عليكم، وكون كنت انا في السنه ديالكم والله نكمل القرايه ونجيبها بالقرايه. حنا كنطلبوا من هاد الحكومه هاد الوعود اللي كانت عندها فين هي. انا عاود بلا من قول انا خدام واحد خديمه هيده بسيطه عامل نظافه، عندنا واحد البركه وكعندنا لميتيل مع الدراري، ولكن نقول لك الصراحه انا كتجي 10 ايام من اخريات الشهر والله الا خصنا نمشيو نتسلفوا باش غنكملوا الشهر. احنا دابا عندي اربع دراري، عندي جوج في الاعدادي وعندي جوج في الابتدائي. دابا خصني غير هاد اربع دراري خصك واحد 3000 درهم هادي غير ديال الادوات ثم حافظ مستلزمات مدرسيه.